بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرا وصلنا لنهاية كورس الـ Configuration Manager. أتمنى أن تكونوا استفدتوا من الكورس. أنا حاولت بقدر الإمكان الكورس يبقى بسيط to the point، ما حبيتش يبقى فيه رأي كتير ولا نظري كتير، وحاولت فعلا كل الفيديوهات تكون في حدود العشر دقائق ربع ساعة ماكسيمم من تلت ساعة لو تلاقيتوا فيديو حجمه كبير. أتمنى أن يكون فعلا الفيديو أفكم، وأتمنى ما أكونش كنت ضيف تقيل عليكم خلال فترة الكورس اللي عدت الـ 40 فيديو واللي عدت حوالي 6 ساعات. أنا خليت الكورس ده مرخص تحت ترخيص المشاع الإبداعي للـ Creative Commons. الترخيص ده بيسمح لك إن أنت تاخد الكورس ده تديه لأي حد من اللي أنت عاوزه، تاخده وتشرح بيه المادة تاني، تقتبس منه براحتك كأنه كورس بتاعك، بس تستخدمه في استخدام غير ربحي، يعني ما تنفعش تبيع الكورس ده. اتمنى تكونوا استمتعتوا معايا بالكورس، وشكرا لكم ان انتم استحملتوني لغايه دلوقتي ووصلتوا معايا لغايه الحلقه النهائيه. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.